أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب أن تقام الحجة على من أتى بناقض من نواقض الإسلام قبل أن يكفر؟ وإذا مات ولم تقم عليه الحجة هل يجوز الترحم عليه؟ إذا كان في الأمور الظاهرة، إذا كان الردة في الأمور الظاهرة كالشرك بالله عز وجل أو سب الله ورسوله، أو هذا أمور ظاهرة ما هو جاهل فيها، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يحكم عليه بالردة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان فهذه لا بد من البيان، لا يحكم عليه بالردة حتى يبين له، لأنه خفيت عليه. نعم.